جمد اون فاك دو بونور اما ما نعرفش كيفاش معناتها مسمعها لي مش مسمي راديو ميد على الانستغرام شفت الانجليش نتاعها خلاص قلت والله دخل عليك بعد باش نعمل انترفيو انجليش فوالا دونك انا ما كنتش نعرف على شنو باش يكتبوا بالضبط فازت اللي انا عندي وجه احلى من كيم كارداشيان كانت سربرايز فهمت علاش كنت سربرايز بالنسبة لها هي سبريز خاطر اسم كبير زيد مشهور هو اسم كبير أما أنا كنت ماذا بيا نحب يكون قانوني مع واحدة خير مع ما تستحقوا في القاعة يا ولادي لا تستحق المقاييس كيفاش هذه الحكاية اللي صارت فما هما عندهم بروغرام سبيسيال معناتها يعرفوا شنو الوجه معناتها لي تري تاع الوجه كيفاش شكون احلى وشكون مش احلى معناتها فاسمه راسيو جو كوا البروغرام هذا فانا تاخذت 9 وكيم 8 اللي قال لك فوالا فوالا راهو بالاعداد معناتها ماهيش مسجله العمليه مش مثلا واحد تعرفوا صحافي هبط لها ارتيكلكم كوا اللي هي اشب من كيم كارداشيان لي راهو جوري صعيبه 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 مش كيما اللي يقراوا في النصوص عندنا هنا دونك بديت الانطلاقه من غادي وي دونك بداو يتابعوا فيا على الانستغرام معناتها كل تحريك انا عملها يخرجوا ارتيكل فوالا سي تو هذوما ارتيكل هبط عليك على لي زكتيفيتي نتاعك شنو تعمل اي تو سا دونك كي كنت في بيروت كونتاكتيوني الام بي سي مشيت للام بي سي ستوديوز عملنا انترفيو حكيت شويه كما قلت انت على باش نجيوها هذيك يا باش نجيوها الموضه وغرامك بعالم الموضه وقتاش بدا ملي انا صغيره انا على خاطر ماماش از فاشن ديزاينر مدام شريف شي از ويل نون ان تونس دونك راديو مان وراثي الموضه والازياء وراثي وراثي اما توا قررت انه نعمل ماي اون براند حاجه باسمي انا توفيق خليها بربي بالانجلش خليها دونك خرجت كوليكسيون اي كوليكسيون واي كوليكشن ان شاء الله تكون حاضره دون دو سيمين و سي تو فوالا اول عرض وين باش يكون بالنسبه للكوليكسيون تاعك هذه الاولى انا مانيش باش نعمل عرض pour commencer mais je n'ai pas besoin de shooting very professional manta je cherche fil collection je n'ai rien à faire la collection c'est tout fitounes on va à Dubaï on va à Beyrouth encore دونك كما دبي قالت لي نورمال ما قالتليش دبي ما ديجا هي سي ان بون بوان على خاطر الناس ما هيش في دبي وين باش توزع فانا حي من الاحياء لا انا مش في الاحياء لا هي توا قالت لك باش تعمل جوست انا البون فوتو اكزاكتومون دونك باج متابعونا على الباج اوفيسيال تاع ايغريك كوليكسيون او سور انستغرام اوسي كيفاش تدخلوا لها تكتب Y كوليكسيون على شنو ركزت؟ اوكي انا حبيت ركز على تكون حاجه كاجوال وميم طون شيك
هكا انا نحب التونسي راديو مات مش اوبليجي معناتها تولي كل شيء اما تعطي فالور لبدنها معناها تنجم تكون تري سامبل Exactement. Mais elle est très chic en voilà. même temps. Voilà. Donc, on aime la mère qui t'habille من عند Y Collection. تكون تحس روحها احلى مراه في العالم بون ما نقولوش في العالم نقولوا احلى مراه في السهريه ولا في الدينه والله ساعات في فيربايشن زاد ترقى حاجات في فيربايشن ترقى حاجات جي ليه ترقى شوفي ليه دونك بيانتو لا كوليكسيون تاع يسرى ان شاء الله نتمنى لك النجاح والتوفيق مازلت معانا هكا راديو ميد هو اللي انفيتي وي وي ان شاء الله Alors, on va vous ouvrir cette première collection بنسبة لي car on va vous chercher كل الشباب التونسي في شتى المجالات donc اللي يكون عنده موهبة واللي يحب يعمل حاجة خلينا بربي نغزو لو بون كوتي دي شوز في تونس على الاقل نكونوا بوزيتيف اكثر نعرفوا انه نمر بفترة صعيبة في البلاد هذه donc اللي حاول باش يبني حاجة ولا باش يعمل حاجة يزينا من الديسكور نتاع التدمير ومتاع التحطيم ومتاع نتاع الكره نتاع الكوراجمون معناها نتاع الكره سي ديجا بيان انه عبد عنده هكا امل وعنده رغبه في الخدمه وياخذ يعمل في مبادره باش يعمل حاجه دونك نشجعوا بعضنا الناس الكل لصالح الشباب هذيا اللي المستقبل في تونس ان شاء الله يكون باهي ان شاء الله يكون خير من هكا اللي عايشين وهذا كل من اجله انه يكون لكم انتم الشباب مستقبل الشاب برشا ان شاء الله لكم انتم تجي حتى الفتره اللي تقعد تخمم فيها باش تخرج حاجه تفكري كلكو شوز على البابي باش كيفاش تصبح عليهم مخ يقعد تل ويشوف قطع هذه يجيب هذه تعطي خير هذه تعطي يعني على الأقل نشكر السيد هذاك قدروا تري في المجهود المجهود اللي عامله يعطيك الصحة أما وتقول له أما إذا بك كان تعمل حاجة راديو مات برافو على الشيء أما راك تنجم تعمل حاجة مخير من هذيك أما واش تقول شنو هي الحالة هذه نتاعنا ناح عليك أنت لخصت كل شيء توفيق سي لا فاسون دو دير معناها خلينا نكونوا محلينا مع بعضنا نجم نقعد تهزنا المورال وكلمة حية سيرتو الفنانين معناها والناس اللي عندها حس فني راهو أي كلمة تنجم تتأثر فيه دونك نكونوا محلينا مع بعضنا خير ونجم نقعد ونجم نوصل لك ساعات انا بطريقه معينه ساعات فناني يتنبس في الكوليس هو طالع هكا باش يطلع يدخل بعض ما عادش يعرف يغني ما عادش يعرف يغني الفنانين الا الظهور عاد تبارك الله الصوت حلو ومهما كانت الظروف يلزمها تغني تعرف علاش راديو ميد اون فاك دو بونور